عجبتني الحركة. تواصل مع الرأي العام الإقليمي والوطني وتسليط الضوء على محطة دستورية يعني ألا وهي ملء يعني الانتخابات الجزئية البرلمانية وملء المقعد الشاغر ل 22 أكتوبر بحول الله. ثانيا أشكر حزب الحركة الشعبية الذي وضع في الثقة من أجل دخول غمار الانتخابات البرلمانية الجزئية يعني التي ستجرى يوم 22 أكتوبر بإقليم خريبكة. يعني أنا بغيت نتكلم على السياق السياسي والقانوني وكذلك المحطة اللي تنعتبرها أنها محطة يعني دستورية بامتياز، وجب على الإدارة، وجب على الجهة المتلقية للترشيحات أن تكون في موقع الحياد وأن تكون طرف محايد يتلقى الترشيحات وليس طرف يعني خصم وطرف. وبالتالي حضورنا اليوم رفقة الإخوان الزملاء وهيئة الدفاع الأستاذ مراد زيبوح من هيئة وجدة وكذلك الأستاذ محمد العسولي من هيئة الدار البيضاء المختار العسولي من هيئة الدار البيضاء اللي صاهرين على الشق القانوني والقضائي في مواجهة كل انزلاق اللي عرفته العملية. وغادي نفتح القوس وغادي نعطي للأستاذ يتكلم على الشق القانوني. بالنسبة للشق السياسي حطيت وضعت الترشيح ديالي لدى المصالح بالعمالة لجنة ديال الترشيحات ويعني توصلت بوصل مؤقت للترشح. وبعد ما يعني 24 ساعة تم ربط الاتصال من مصالح العمالة ويعني تم استفساري على وضعي يعني القانوني في الحزب السابق الذي كنت أنتمي إليه، وأدليت لهم باستقالتي وضعتها للحزب لنهار 2 شهر 6، وتم تأشير على استقالتي يعني بالكاشي ديال رئيس الحزب شخصيا. والقانون الأساسي ديال الحزب السابق اللي كنت منتمي ليه في المادة 16 تتحدث عن الاستقالة غير مشروطة بالموافقة. ولما فكرت أنني نفكر ارتباط مع حزب سابق وضعت استقالتي اللي تم تجريدي من بعد يعني الشخص اللي كان ثاني ديالي هو اللي غادي يمكن يكون في المجلس الجماعي مستقبلا. وبالتالي خديت التزكيه نلت التزكيه من حزب الحركه الشعبيه ووضعت الترشح ديالي الى ان افاجأ برساله قرار برفض الترشح ديالي لهاد الانتخابات. وتسلموا التزكيه، تسلموا استقاله رئيس شؤون الداخليه في عمله اقليم خريبكة، تسلم من عندي استقالة وفكر ارتباط ديالي مع الحزب السابق، لأنه شروط ديال في المادة 16 ديال ذاك الحزب تتكلم على فقدان العضوية، الإقالة، الوفاة أو الاستقالة. أنا استقالة وضعتها، وبالتالي الحزب اللي بغاو يعني يديروا ذريعة أنني كنت أنتمي إليه وترشحت باسمي وضاعت استقالتي. وحضوري اثناء اشغال الدوره وجهت لي كصفه وليس كمنتمي لحزب. محمد سقراط عضو المجلس الجماعي وليس منتمي، وحضوري كان بناء على دعوه استدعاء من طرف رئيس المجلس لحضور دوره اكتوبر، وحضرت بصفتي. اما موضوع الماده 51 من القانون التنظيمي في فقرته الثالثه
الجهة التي تقوم بتجريد الصفة معروفة، ما يمكنش لي أنا نوض ونجرد نفسي، أنا فكيت ارتباط مع حزب، وبالتالي هاد القرار اللي فوجئت به مشيت طعنت في المحكمة، لأنه المادة 87 من المنازعات الانتخابية تشير أنه نوضع دعوة قضائية في مواجهة العامل، وضعنا لأنه الجهة المتصدرة لقرار المنع هو العامل الإقليم، ووضعنا دعوة في مواجهتي في محكمة ابتدائية بخريبكة التي لها الاختصاص طبق المادة 87، وحنا تنآمنوا بالقانون، تنآمنوا بدور المؤسسات، وبشينا القضاء وعندنا ثقة كبيرة في القضاء، رغم أنه ما يمكنش لنا نعلقوا على الحكم ديال القضاء، ولكن كاينه قراءات غادي يتطرق لها الاستاذ مراد زيبوح، غادي نتحقص ونعطي الكلمه باش نتكلموا في هذه النقطه. حنا اليوم تتفاجئ كمرشح انه اصبحت الاداره تقوم مقام الخصم السياسي. الاداره تتلقى الجهه المتلقيه، الاداره تتلقى الترشيحات، شروط الترشح واش متوفره ام لا؟ كانت متوفره. خديت وصل مؤقت، تتفاجئ بانه باش ما حقا قالوا لينا حقا ولا طلعتوا لا طلعتي في المقعد غادي يطعنوا فيك في المحكمه الاداريه، انت المحكمه الدستوريه انت ماشي شغلك، خلي الخصم اللي يطعن، خلي الخصم اللي يقول لي راني كنت في حزب اخر، ماشي الاداره. الجهه المصدره او التي اصدرت القرار ديال رفض الترشح، هذا قرار مشوب بالشطط في استعمال السلطه، هذا قرار يعبر، هذه فضيحه سياسيه ما عمرها عرفت استحقاقات في هذه البلاد، هذه انه الاداره تقوم مقام الخصم، من له المصلحه ومن له الصفه راه معروف اللي خصو يطعن، اما رئيس الحزب اما الخصوم المنافسين. اليوم الاداره اصدرت قرار وهما تعرفوا ان المقعد غنديوه، هما عارفين دايرين الاحصاء، عارفين المقعد غنديوه، وداروا لي ستاتيستيكا راه الداخليه هذه، هما عارفين هذه القضيه هذه، ولكن حنا نقول انه صناعه وفتح المجال لمرشح الاغلبيه باش يدي المقعد، راه كاينه اجراءات باقا غادي يخبركم بها الاستاذ وغنمشيو ليها. حنا تنآمنوا بمؤسسات، خرجت واحد غنفتح القوس السادة معشر رجال الإعلام، أنه خرجت واحد الصحيفة قالت لك نهددوا حنا اللجنة، يعني واحد الصفحة ما عرفناهاش الله يهديها، قالت كلام غير صحيح بتاتا. حنا ما لجأنا للقضاء وما لجأنا للمؤسسات وما لجأنا للقانون إلا نحترم أنفسنا، وهذه معركة ما بين الفساد المستشري في الإدارات وما بين مقاومة كل أشكال الفساد. حنا اليوم هذا شرف كبير، الحمد لله أنا من خلال منابركم تنشكر القبائل اللي راه مسانداني، تنشكر المنتخبون ورؤساء الجماعات، وتنشكر العديد من المتعاطفين والعديد من أحرار هذا الإقليم اللي بالفعل عبروا على المستوى، شتو المستوى ديال المرشحين، شتو المتنافسين، وراكم عارفين بلا ما ندخل التفاصيل، انا نتمنى لهم التوفيق، عندي مشكل، هذا تنافس رياضي سياسي بالعكس، قول لهم الله يسخر لكم، شريطة التقيد بالجانب الاخلاقي والسياسي والقانوني، اللي يعطي تخليق للعملية السياسية ككل. اليوم انا تنقول لكم وللتاريخ، ومن خلال هذه الندوة، تنتمنى أن المسؤولين على المستوى المركزي، أقول المستوى المركزي، أن هذه فضيحة سياسية وأخلاقية، أن تكون الإدارة خصما سياسيا في جبة الإدارة وتمنع مرشح، هذا مرشح، هذا استهداف للحزب، هذا استهداف للمعارضة، هذا استهداف الموقع ديال الحزب المعارضة، هذه صناعة، هذا تمهيد لصناعة المرشح ديال الأغلبية باش يعطوه المقعد.
وحنا ما يمكنش لينا نسكتوا على هادشي، وكاينه عندنا مساطير ومراحل غادي نمشيو لها. بالفعل مشينا للقضاء، كانت الجلسه دعوه استعجاليه، وكانت الجلسه وترافعنا على موقعنا البارح في مواجهه لجنه الانتخابات وفي مواجهه المتصدر لقرار رفض الترشح. وكانت حقيقه كان قرار المحكمه مخيب للامال، ولكن لا نعلق، ولكن اعطونا حكم غدا باش غنمشيو للمحكمه الدستوريه. اعطونا حكم رفض الطلب، وبقى طلب مبهم، هذا موضوع اخر لا نعلق على احكام القضاء، ولكن حنا يعني نتكلم على السياقات السياسيه وسياقات ما قبل فتح الترشح ديال فتره الترشيحات وانتهاء الترشيحات. وغنقول لكم بامكانكم كرجال الاعلام انكم غتشوفوا مرشح تاع الاغلبيه فوقاش حط، ولقيته فاش حط تتقصى ديال الحركه، تتقصى حزب الحركه الشعبيه، ومن خلال منابركم يعني نؤيد المواقف ديال حزب الحركه الشعبيه ونتمنها في موقعها داخل المعارضه. وهذه عمليه مكشوفه، انا الله يسهل على كل المرشحين بدون استثناء، واحترمهم واكن لهم كامل الاحترام ومن قلبي مع ما قلبي بغيتهم ينجحوا، ولكن تكون العمليه في اطار اخلاقي وقانوني، وكاينه سلطه القانون، وان المتنافسين كلهم على مسافه واحده مع الاداره، والعكس انه منعي كشف يعني كيف تقولوا كشف الخيوط، وانكم راكم تتشوفوا ما قبل وضع الترشيحات انه رئيس الجهه يستقطب رؤساء جماعات من احزاب مختلفه ويؤثر عليهم بالمشاريع ويستعمل المشاريع والمال العام ديال الجهه لتبليص مرشحي، وهذه عمليه خطيره جدا، ونشرت الصور ديالو معاهم في مواقع ديال الجهه جهه 8 مليار خنيفره، وهذا كله يضرب في مصداقيه وشفافيه العمليه الانتخابيه. هذه انتخابات جزئيه تتبين لنا بالملموس بانه نحن متخلفين عن الركب اللي بغاه سيدنا لهذ البلاد، نحن متخلفين عن المسار التنموي وعن المكتسبات اللي حققها هذا الشعب وحققت هذا البلد بقياده ملك عظيم. اليوم الاداره ارتكبت خطا، ياك بغيتوا تحيدوا سقراط، بغيتوا تحيدوا مرشح المعارضه، خلوه يطلع وسيروا، راكم عارفين منين غدوزوا، وسقراط ما يجي حتى حاجه، وغادي يفشل وغادي يبان صغير قدامكم. اليوم راكم عطيتونا الاداره، عطيتونا يعني طبق من ذهب باش نكشفوكم ونكشفوا الاعيبكم ونكشفوا خطواتكم ونكشفوا ما تقومون به، تسيئون الى البلد، تسيئون الى العمليه السياسيه، تسيئون الى دور المؤسسات، تسيئون الى الدستور، تسيئون الى قانون الانتخابات، تعطلون مسار سلطه القانون في هذا البلد. وحنا نؤمن بانه الاداره على المستوى الوطني تطبق القانون. هذه فضيحه، اول مره في تاريخ انتخابات ياك بغيتي تمنعني وخليني نترشح ونوض لي منافس يطعن فيا، ياك بغيتي تمنعني عيط على هذاك رئيس الحزب يطعن فيا، ما ديرش هذه العمليه الصغيره، هذه عمليه صغيره بزاف. وانا دابا تنتكلم وانا عارف غادي تخرج تاني الصفحات، راكم عارفين الصفحات ديال البلطاجه باش تعايرونا، ولكن واخا تعايرونا حنا نحن على حق ومتشبتين بالقانون وبدولة المؤسسات، وما التجأنا للقضاء إلا حماية لحقوقنا ولسلطة القانون. حنا لم نهدد أي حد ولم وأكثر من هذا، هناك من يحشو اليافطة الحقوقية ديالنا، لا علاقة لها بالمجال السياسي والانتخابي، كما أنه اليافطة الحقوقية
فيها مجموعه من الاحزاب السياسيه مختلفه ولكن لها قانونها الاساسي واهدافها بطريقه مستقله. احنا في محطه انتخابيه بامتياز، اقول لكم انتظروا نتائج 22 اكتوبر، وهذا الكلام اللي قلت لكم غادي تشوفوه، لانه كل شيء صبح عارف اللعبه، الراي العام كامل ولا عارفه، وراه ما غنسكتوش، وراه ما غنخليوش حقنا، وراه هاد البلاد جدودنا، راه الدماء باقا منتشره باقا خضراء، راه ما يمكنش يجي شخص او اطراف او طرف معين كيفما كانت صفته يجي يدنس ما بناه هاد الشعب بقياده ملك عظيم. حنا ننزه، نزيدكم واحد النقطه اخرى، ننزه الاداره، انت تتكلم على الاشخاص، ننزه الاداره على سلوكات بعض، لانه كاينين السلوكات وكاين الاداره، كاينين الناس يديروا سلوكات مخالفه للقانون ومفضوحه ومكشوفه، ولكن الاداره راه تتبقى مستقله. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.